السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه جيت كودي، ده بيعمل لك متحدث خاص بيك، يعني شات جي بي تي خاص بيك. أول حاجة بتبدأ بيها إن أنت بترفع المعلومات بتاعتك الخاصة بيك، الوثائق بتاعتك، قاعدة البيانات بتاعتك، بحيث إن هو يبدأ يتعرف عليك والإجابة تبقى مخصصة ليك. تقدر تضيف أي كونتنت عندك، ممكن السي في بتاعك مثلا، ويبدأ إن هو يتعرف عليك. فانا هاجي هنا واقول له ضيف لي مثلا عمر، واقول له كرييت. ممكن بقى تعمل ابلود للملفات او تحط له موقع كامل هو يبدا يتعامل معاه، او تبدا انت تكتب او كوبي بيست من اي وثيقه. طيب انا هقول له ابلود، وارفع له السي في مثلا. وبعد كده من خلال الشات كل ما بتتكلم معاه هو بيبدأ يتعرف عليك بشكل أفضل. هو بيرفع المعلومات ويبدأ ان هو ياخد البيانات اللي هو عايزها. فممكن مثلا في عيد ميلادك يبعت لك رسالة كده تهنئة بعيد ميلاد، ان هو لقطها كده ايه من السي في. هو بيقول لك ان هو ليرند، اتعلم منه، ولو انت عندك ابديت او عايز تغير فيه تقدر تعدل. تمام، ممكن اقول له بقى انا عايز ابدا كونفرسيشن جديده، ونقول له هاي. فهيبقى عندك شات جي بي تي بس مخصص دي، مع الوقت بيسجل هو المحادثات عكس شات جي بي تي. شات جي بي تي بيحذف المحادثات القديمة، بتبقى الإجابات بابليك لكل الناس، إنما أنت هتبقى هنا بتتكلم مع مساعد شخصي ليك، ممكن يفكرك بحاجات معينة، ممكن تديله مثلا سي في وتبدأ تسأله بعض الأسئلة عنك. فأنا سألته أنا مين، فقال لي أنت مقدم نفسك من السي في عنك عمر سليم. لو أنت مديله ورق كتير هيبدأ يقولك الإجابة دي طبقا لأني ورقة. طيب لو نزلت تحت كده وقلت له هنا، هتلاقي ان هو معتمد على اوبن اي اي جي بي تي 3.5. وفي ممكن تقول له انا عايز كرييتيف، الاجابه تكون فيها كرييتيف. تمام، ممكن تعمل ريسيت الهيستوري، تيل مي اني ثينج اباوت مي. بيقول انت شغال كذا، والخبره بتاعتك كذا، والصفات اللي انت حاصل عليها. يبدا بقى يجيب لك معلومات من السي في. تمام، ممكن ترفع ورق، ممكن تديله مواقع معينه بتتكلم عنك، وهو يبدا يتعرف عليك بشكل اكبر.